السلام عليكم أينما كنتم مشاهدي برنامج كورة، مستمعينا في كل مكان. حلقة رياضية جديدة وأمسية كروية تتجدد في سهرة هذا اليوم، تحديات وفعاليات متنوعة. يا ترى من سيفوز في حلقة هذا اليوم وينتقل إلى المرحلة الثانية؟ سيتبارى اليوم فريقي قطاع 29 بالزي الأحمر وفريق قطاع 44 بالزي الأزرق. تفضلوا. نرحب بتواجد الفريقين على أرضية الملعب ونستقبل معكم استقبالا حارا لجنة تحكيم كورة هذا المساء، كل من الكابتن سامي بحت والكابتن مهدي كاظم والمدير الفني للفريقين الكابتن حبيب جعفر، مرحبا بكم. نبدأ تحديات كرة بعد الاستماع للنشيد الوطني.